ميدان المرموم بهذا الاندفاع والانطلاق الشيق. انطلق الشوط في 8 كيلومترات، وانطلقنا لنوصف لحضراتكم ما يدور في هذا الشوط من تنافس، ما يدور في هذا الشوط من أداء جميل وتحدي رائع على أرضية هذا الميدان. نسير مع المركز الأول وشاهين يسيطر على مقدمة الشوط، يحمل شعار هجن الرياسة، يقود في التضمير سهيل بن دري الفلاحي يتقدم على مقدمة هذا الشوط، يلي في المركز الثاني وياتي على ثاني المراكز. مشاهدينا متابعينا الكرام، سلهود تعود ملكية الاسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، يضمر طارش بن مبارك بالقوبع على المركز الثاني. المركز الثالث شاهين يتقدم من هجن الرياسة، يضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري على المركز الثالث. المركز الرابع يتقدم مياس في رابع المراكز من هجن سيح السلم، ضمر سعيد بن سالم الينيبي على المركز الرابع. أما المركز الخامس نشوف خامس المراكز، نشوف هناك الخامس شاهين من هجن الرياسة مع محمد بن عتيج بن زيتون المهيري ياتي في خامس المراكز. المركز السادس أيضا شاهين من هجن الرياسة مع محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز السابع يتقدم شديد، المركز السابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمر مسري بن سالم بالعرطي. والمركز الثامن المراكز هذا شاهين من هجن الرياسة. مشاهدي العزاء متابعينا الكرام، يضمر حارب بن مغير العميمي. والمركز التاسع يتقدم في تاسع المراكز، وهذا مساح، من هجن سيح السلم، يضمر سهيل بن مبارك بن مرخان. هذه النتيجة. هذه العشر المراكز الأولى من الجعدان، أو التسع المراكز الأولى الحاضرة في هذا الشوط وفي هذا المسار، ذعناها على حضراتكم لأول إذاعة وأول نداء في مسار 8 كيلومتر لنتابع هذه الانطلاقات، نتابع هذه الأثار الحاضرة. نعود إلى المركز الأول، ولا زالت السيطرة من البداية تحت أقدام شاهين. شاهين يسيطر على المركز الأول، يتقدم بالمقدمة، يقود الجعدان بأداء جميل في بداية الانطلاق وفي بداية هذا المسار 5 كيلومترات اللي قربنا من لوحتها لننطلق في بداية 3 كيلومتر وال5 كيلومترات المتبقية. شاهين على رأس حربة الشوط من هجن الرياسة، يضمر سهيل بن دري الفلاحي، يتقدم مع التضمير على المركز الأول، ويتابع شاهين اللي يقود المسار. بينما المركز الثاني شاهين من هجن الرياسة يضمره اللي هو محمد بن عتيج بن زيتون، ولكن يتدخل في هذه اللحظة وفي هذا الاندفاع الجميل مياس. مياس من هجن سيح السلم، يضمر سعيد بن سالم الينيبي، وأحمد كذلك متابع ومشارك دائما ومقدم تنافسات ونوعيات جميلة مع شعار هجن سيح السلم على هذا الاندفاع. نتراجع للمركز الرابع وبنلقى فيه سلهود. سلهود على رابع المراكز لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، يضمر الشرق الاوسط، يضمر ابو بطي طارش، بن مبارك بالقوبع يدير تضميره، وهو في المركز الرابع. المركز الخامس هناك الخامس شاهين من هجن الرياسه، محمد بن عتيج بن زيتون المهيري يقدم، ويقدم كذلك اللي هو شاهين على المركز السادس. المركز السابع من وصل فيه شديد لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، ويضمره مسري بن سالم بالعرطي. والمركز الثامن شاهين من هجن الرياسة، ضمره حارب بن مغير العميمي اللي يتقدم، وهناك أيضا يتواجد اللي هو مساح من هجن سيح السلم، يضمره سهيل بن مبارك بن مرخان. هذه النتيجة.
هذه النتيجة للمراكز الأولى، وهذه إذاعتنا الثانية في تحدي ومسار هذا الشوط الجميل والرائع الذي يحمل في طياته كذلك تنافسات وتحديات ما بين المراكز الأولى في الثمانية كيلومترات، وعبر شاشة دبي ريسنج في هذا النقل الحي، في هذا النقل المباشر من أرضية ميدان المرموم مع سن الكبار ومع الثمانية كيلومتر اللي انطلقنا فيها في هذا الموسم وفي هذا الاندفاع الجميل مع تنافسات وتحديات الثنايا في هذا المساء، ثنايا هجن أصحاب السمو الشيوخ التي تندفع حاملة كذلك كل ما هو جميل ورائع على أرضية هذا الميدان. شاهين على رأس حربة الشوط لازال من البداية من الستارت يسيطر على المقدمة، يسيطر على المركز الأول. شاهين من هجن الرياسة يضم رسهيل بن دري الفلاحي على المقدمة والمركز الثاني، ما شاء الله مياس وشاهين انطلقا مرة ثانية، بدأ بالانطلاق، بدأ بالتحرك قبل الثلاثة كيلومترات، باعدا بين هنا وبين بقية المراكز. مياس في المركز الثاني من هجن سيح السلام يضمر سعيد بن سالم الينيبي على ثاني المراكز والمركز الثالث. وين المركز الثالث؟ الله يا المجازف، يلا يلا حرك ايضا حرك بالجهاز، تقريبا بالجهاز هناك مع الثنينة الى الانطلاق. شاهين انطلق مع محمد بن عتيج بن زيتون المهيري اللي في المركز الثالث ويحمل شعار هجن الرياسة ويغادر الثلاثة كيلومترات. كذلك المركز الرابع ايضا شاهين من هجن الرياسة مع محمد بن زيتون، والمركز الخامس ايضا شاهين ما شاء الله تبارك الله بشعار هجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، وهناك ايضا يتواجد شديد لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم يضم رمسري بن سالم بالعارطي، وياتي شاهين من هجن الرياسه مع حارب بن مغير العميمي الذي ياتي في هذه الانطلاقه. هذه الاسماء اللي اكتفي بها خلاص، هذه الاسماء اللي بنتابعها مع المراكز الاولى والتحديات الاولى مع انطلاقتنا وحزام القابات، وأيضا مع هذه الأسماء والثنينة اللي انطلقوا من البداية باعدوا خذوا الكادر العلوي، الكادر العلوي في شاشة دبي ريسنج مع مياس وشاهين. مياس وشاهين على المقدمة على المركز الأول بانطلاقة بأثارة بأداء جميل، بانطلاقة رائعة بمسافة بينه وبين بقية المراكز، ولكن بن زيتون ديروا 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 بالكم، ديروا بالكم بن زيتون يقدم لنا مشاركات فعالة في هذا الشوط بثلاث أسماء، ولكن هناك شاهين اللي عينه على الثنينة على مياس، وأيضا شاهين ومياس، مياس وشاهين. شاهين يحمل شعار هجر الرياسة ضمر سهيل بن دري الفلاحي، وشاهين يحمل شعار او مياس يحمل شعار هجن سيح السلام يضمر سعيد بن سالم الينيبي في هذا المنطلق في هذا الاندفاع. شاهين في المركز الثالث، هجن الرياسه قرب من الثنينه، قرب من الثنينه شاهين يضمر محمد بن عتيج بن زيتون، والمركز الثالث والمركز الرابع الخامس هنا ايضا. يلا يا بن زيتون ويا بن مغير، الله يا سلام يا سلام، خلاص بنروح هناك، بنروح هناك مع الثلاث المراكز، بنروح مع الثلاث المراكز اللي بهنزان اللقع وزان الميدان، ميدان المرموم دائما بكل ما هو جميل وبكل ما هو رائع ومشاركات، سواء كانت في هذه المؤسسات وهذه الأغطاب الكبيرة وهذه الانطلاقات في هجن أصحاب السمو الشيوخ ومضمريها، أو في أشواط أبناء القبائل وأبناء الخليج. المرموم دائما بكل ما هو جميل، دعم من القيادة الرشيدة لهذا الوطن، طال الله في أعمارهم وأبقاهم شيوخنا، لدعم هذه الرياضة ومحبيها والمتابعيها. وأيضا نعود
نعود مع الكيلو الأخير إلى مسار الشوط إلى مياس، إلى مياس سلالة مياس ينطلق بالمركز الأول يندفع بالمقدمة شعار يهجن سيح السلم. سعيد بن سالم لينيبي يتقدم بو خليفة يتابع ما شاء الله يتابعه مياس 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 على رأس حربة الشوط. مياس على المركز الأول، مياس على المقدمة. المركز الثاني، المركز الثاني شاهين من هجن الرياسي مع محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، ولكن خلاص روح روح يا ابو احمد روح روح الامتار الاخيرة. مياس 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 من هجن سيح السلم يسيطر سيطرة كاملة وسيطرة تامة على الجعدان بجدارك عوايده دائما. وسعيد بن سالم لينيبي يتولى على عملية التضمير، عنيد المضمرين بو خليفة يتابع في هذا الانطلاق في هذا التحدي الجميل. تهانينا والناموس نزفها من الأعماق على هجن سيح السلم ومياس مياس. وشاهين في المركز الثاني من هجن الرياسة ضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، بن زيتون المهيري دير بالك يا سعيد بن سالم روح يا أبو أحمد روح الأمتار الأخيرة. واصل بن زيتون ولكن خلاص مياس. تهانينا لهجن سيح السلم على هذا الفوز، وتهانينا لسعيد بن سالم لينيبي على فوز مياس بالمركز الأول واداه الجميل المركز الثاني. وصل في شاهين من هجن الرياسة مع بن زيتون، وكذلك المركز الثالث شاهين من هجن الرياسة مع محمد بن عتيج بن زيتون، والمركز الرابع هذا الرابع شاهين من هجن الرياسة، والمركز الخامس شاهين من هجن الرياسة. هذه النتيجة للمراكز الأولى المتقدمة. بنعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام لنتابع الثلاث المراكز. التوقيت الزمني 12 دقيقة 46 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن سيح السلام وشكرا سعيد بن سالم لينيبي اللي قدم مياس بالفوز والناموس في هذا الشوط. بينما المركز الثاني التوقيت الزمني 12 دقيقة 47 4 أجزاء من الثانية من هجن رياسة شاهين. تهانينا وشكرا محمد بن عتيج بن زيتون. المركز الثالث ثالث المراكز نشوف توقيته على الشاشة على شاشة التلفزيون. التوقيت في هذا المسار وهذا اللقاء في هذا الاندفاع التوقيت الزمني 12 دقيقة 51 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا محمد بن عتيج بن زيت.